لا انا ما كانش عندي اي معلومات مسبقه. انا بلغني اليوم ان هناك قرار وطلب ان اتسلم هذا القرار، والتقيت بالفريق سامي عنان لاستلام القرار، ورحت كان معايا بالصدفه كمان الزميل الفنان العظيم محمد صبحي، وتسلمت القرار واعلنت عنه على حسابي على تويتر. بس القرار كان عباره عن ايه يا دكتور؟ القرار بيقول ان هو قرار جمهوري صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه باسقاط ما تبقى من عقوبات في حق ايمن نور في شان قضيه حزب الغد، ومفاد هذا القرار انه يسمح بخوض استرداد كافه الحقوق السياسيه بما فيها حق الترشح وحق الانتخاب بما فيها الانتخابات الرئاسيه الحاليه. ايه اول الخطوات اللي حضرتك هتاخدها دكتور بعد سماعك؟ هرجع للحزب والهيئه العليا، وان في اجتماع هو زي ما انت سامع بندعو اليه، ربما يتم مساء اليوم، ربما يتم صباح غدا، بكره الساعه 11 في مؤتمر صحفي سنحدد فيه هل سنخوض الانتخابات الرئاسيه منفردين ام سنخوضها في اطار فريق رئاسي مشترك مع مرشحين اخرين. شايف يا دكتور تاخير القرار بالنسبه لحضرتك بيمثل عليك صعوبه ولا اسبقيتك في الانتخابات في خوض يعني الانتخابات؟ هو طبعا تاخير القرار هو امر لا نستطيع ان ننكره، ان قرار يعني جاء في وقت ضيق جدا، لكن عزائنا او نسال الله ان يعني يساعدنا بحكم خبرتنا السابقه وبحكم ان احنا بقالنا سنوات طويله في هذا العمل لم ننقطع عنه ولم نتوقف عنه حتى من داخل سجني، وبالتالي انا مش مرشح بخوض انتخابات لاول مره. احنا عندنا قواعدنا وعندنا لجنة وعندنا حملتنا، الوقت ضيق جدا جدا، لهذا الامر لازم يناقش على المستوى السياسي داخل الحزب وداخل الهيئة العليا لتحديد موقفنا، هل سنشارك في حملة رئاسية ام سنخوض حملة رئاسية مفصلة. سنبدأ وفليعنا الله سبحانه وتعالى.